امبارح لا امبارح ايه النهارده البابا تودروس عمل لقاء الحقيقه بنشكره عليه مع زملائنا في اليوم السابع، وكان في كلام محترم قوي وجهها البابا تودروس للمصريين. اولا يعني ببساطة يعني هو بيقول لك في كل انتخابات بنقعد نتكلم عن برامج للمرشحين إلى آخره، الرئيس السيسي هو معيشنا في برنامجه عمليا، يعني من ناحية تانية هو الراجل مش هيوعدنا كتير، يعني هو في الآخر بيقول لك ده اللي عندي وده اللي أنا بعمله وساعدوني، ولو لقيتوني غلطان قولوا لي، لكن الموجود يعني بيؤكد إن الرجل جاد في برنامجه الإصلاحي. بيقول عندنا 100 حزب سياسي كرتوني وعاملين زي بير السلم. بيقول انه الرئيس السيسي حقق فكره مصر للجميع وادى العلاقه بين الكنيسه والدوله لصوابها. قال انه عمليات تفجير الكنائس لم تكن موجهه للاقباط باعتبارهم اقباطا، بل هي محاوله لاسقاط الدوله او اسقاط الشعب في حرب اهليه. وبرضه اشار الى انه في فرق بين ادارته للشؤون اهلنا المسيحيين وبابا شنوده، لانه في اختلاف بين الرجلين طبعا بطبيعه الشخص، ولكن كمان بطبيعه الظروف اللي بتمر بيها البلد في عهد البابا شنوده وبابا تودروس. وبيقول انا عاصرت اربعه يعني الى اخره، وقال الدين ما هواش معيار تصنيف المواطنين، وده مهم جدا، ومش بنبني الكنائس فانتازيا يعني، لكن دي الدولة محتاجة انها تستوعب اهلنا من المسيحيين داخل الكنائس. وقال مفيش مسيحي ما لعبش كورة يعني في الشارع، هو يقصد ليه مفيش حد مسيحي بيلعب في الدوري يعني الممتاز او حاجة زي كده. فبقول يعني هل مفيش لعيب كورة مسيحي يعني؟ فاحنا بس